موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. صدت قوة حماية درنا صباح الخميس هجوما لميليشيات الكرامة على وادي الشواعر وحي باب شيحة الشرقية، وأكد مسؤول الملف الأمني بمدينة درنا العميد يحيى القسط عمر سقوط شهيدين من أفراد قوة حماية درنا وجرح اثنين آخرين والاستيلاء على 6 آليات تابعة لميليشيات الكرامة وعددا من الأسلحة والدخائر بعد انسحابهم، لافتا إلى أن جميع نقاط القوة الحماية تحت السيطرة. أعرب رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج عن قلقه بالأنباء المتواردة عن القصف الجوي والعمليات العسكرية بدرنة، محذرا في بيان له من مخاطر العمليات العسكرية وما تسببه من خسائر في صفوف المدنيين أو البنية التحتية بالبنيدة. وأشار السراج إلى أن هذه الهجمات تطال المدنيين ويحضرها القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الفرصة ما زالت متاحة للتراجع لأن التداعيات خطيرة والعواقب وخيمة، ملوحا بأن تبعات الحرب تجاوز درنا إلى مناطق أخرى. وطالب رئيس الرئاسي المقترح من الحكماء والشيوخ والأعيان من درنا والمناطق المجاورة بالتدخل العاجل لإيجاد حل سلمي يحقن الدماء في درنا. دان المجلس الأعلى للدولة ما تتعرض له مدينة درنا من اعتداء عسكري من قبل ميليشيات الكرامة، معتبرا إياه خرقا للقانون الدولي وإساءة لكل القيم الإنسانية والأخلاقية. وأعرب المجلس في بيان له الخميس عن قلقه وتخوفه من استمرار الاعتداء على درنا، داعيا المجلس الرئاسي لاتخاذ كافة الإجراءات الفاعلة والعاجلة لوقف إطلاق النار، محملا إياه المسؤولية أن تقاعس في ذلك، حيث أهاب مجلس الدولة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة تحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية مدني درنا، مناشدا في الوقت ذاته أعيان المدن والمدن المجاورة عذرا للمدينة للتدخل لوقف إطلاق النار. عثرت قوة حماية وتأمين سرت على 14 قذيفة صاروخية في معسكر كان يستخدمه عناصر تنظيم الدولة لتجهيز المفخخات جنوب سرت. وقال مصدر من القوة أن العناصر الأمنية التابعة لهم عثرت على تلك القذائف أثناء قيامهم بدوريات روتينية لملاحقة عناصر تنظيم الدولة، مشيرا إلى أن عناصر القوة ما زالت تؤمن الأودية والمناطق الصحراوية جنوب مدينة سرت. أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الخميس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن العودة الطواعية ل 38 مهاجرا من دولة مالي عبر مطار معتيق الدولي. المهاجرون العائدون هم نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس ريق السكة، وتم إعادتهم إلى بلادهم مالي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.